اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. القوم يتمام من جتوره من هاره نوسدو سيق نهار الخميس غا الجمعه بني بوفرور طلبوا تنسيج العدد من بومبيات الاناره العموميه المصابيح حاقن في الكفره لان شي سيدي بومبيات والو نشوا فيه مغوالو وسيق تعاود نهار الثلاثه هذيك سيق المحاضر الدوره زي اكتوبر 2021 على 2023 باش اكتوبر 2023 المحاضر المشاريع الميزانيه الاتفاقيات المحاضر الليجان باش نواكب كيس نواكب المرحله غنسن النقاط اللي تغي تداول المشاكل اللي تغي تداول مي كيس غنواكب لان اش سيدي شوا غد والو شوا فهيم امي سيدي غادا حداك وحنا دبر على الجامعه غادا حداك شوا فهيم غمي سيدي خو شكل جامعه المؤسسه غادي تتم تقدر مؤسسه دستوريه مؤسسه عموميه قانا اش سيدي شوا غد والو وشوا فهيم ماشي دير شوا غد والو شوا فهيم بومبيات والو نشمع انت النائب الثاني يتقعد يهكا صباويته يتمازوت يتمازوت الشينوان فيهم يدق انت ما صوت وقع لي التاريخ الجامعه بني بوفرور هو الرئيس تو غندهم الطونوبيل مازوت نهار غيدق 30 دورور شي مش حاسين لي المواطن شي لقى حاقي بومبيه اشيني راسين لقى بومبيه والو ديال الجامعه اشيني وفر ما ميت كاع مين دي تاوي ديال الجامعه نوزن سمين دي تاوي مين ده الطونوبيل مين زي ما نزل سيطا مين خلقني الجامعه المهم شي لقى انا غير توقع غير اعتصام ثاني تتيا قرف على اعتصام النيق توصل ذاك ديال الرئيس التليفون على اساس انه ديو شان نحل المشكله ان شاء الله تعالى ديو الشق مروان نحل شان المشكله شتي الشق راس نعتصم غداني تما ديك سيق طياس تسو انت ضمان تما راس نتسق داني تدي وساني فورنيسور كيناس فورنيسور كيناس 3 مليون فورنيسور كيناس 3 مليون ديال المشروع الميزانيه 2023 وخو شوا فيه مختي ورقينا والو السلاوات والو الترقيه ديال الموظفين والو ماني طاحت الثمانيه هذا شو هو مازال عاد نشوا فيه مخشاق ما زلت قيقوا راس ميزيكوا والسلام عليكم. شكرك نومي غا توسيم، اكوم زاريوح يونس نائب الاول نائب الاول لرئيس جماعه بني بويبرون. نشي نويج الفتره ثاني تار خون سنتين نتعانى غيج مجموعه الاكراهات داخل المجلس خاصه ماك رئيس الجماعه لان شي رئيس الجماعه نقيث ادياس هذه قبر المشاكل اللي جات الجماعه نسنشي الجماعات ميمي الجماعات ميمي جات على اساس حمد حلت المشاكل للمواطنين. شي نقا يا الرئيس داني تا داخل الجماعه ماني نوفا نوفيت ذي قاريه ذي المدير يوذان تسن حل المشاكل داني تا وتسن المصالح حسن تقدر المصالح واحد جوج دقيقه المصالح يبلع ذي وراق في الجميع ذي وراي بالعين في الجميع واحد جي نمشي ابسط نزو ابسط تسمى الحوايج داخل الجماعه الاناره العموميه للاصلاح نشق غاري نهار هذه الدواري بن عيسى بن بويفرور غاري تنعدم ذي الاناره العموميه ميدا تقعد خصها الاناره العموميه والو شك توريقت والو شك الرئيس ويز ما غادي يحل المشكل وطوريق نيغ المشكل هذه الاصلاح الاناره العموميه مين دايتك مين دايت غادي ساع السوار تديس وغاي السيان مت سيا السلطاني غادي يس حد نوت هذه سيا ونشكارك اني وخ المواكبه انهم تما التواجد انهم كاين غداني تا والتحيه وان شاء الله كنستمر ذي النضال حتى حلت المشاكل شكرا.